بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في زملكاوي. اسمحوا لي طبعا في البداية أن أتقدم بخالص المواساة والتعازي في وفاة الفنان المصري الأصيل فناننا هشام سليم رحمه الله، وأن أتقدم باسمي واسم كل العاملين بقناة الزمالك لأسرة الراحل بخالص تعازينا، ربنا يرحمه ويجعله في أعلى درجات الجنة. مستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نعم هو وأعضاء مجلس إدارته ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الراحل هشام سليم الذي توفى صباح اليوم الخميس. وتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأعضاء المجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رحم الله هشام سليم، عاش رجلا ومات رجلا، قال كلمة حق وشهد شهادة حق. فقدت السينما المصرية اليوم واحداً من أبرز نجومها الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاماً بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة. وودع نجوم الفن والدراما المصرية وعدد كبير من عشاق الفنان هشام سليم مشيعين جثمانه إلى المثوى الأخير من مسجد الشرطة. ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وفاة الفنان هشام سليم ببالغ الحزن والأسى، مقدماً العزاء باسم مجلس إدارة القلعة البيضاء لأسرة الفقيد. هشام سليم هو نجل الراحل صالح سليم مايسترو الأهلي وأحد أبرز رموز النادي لاعباً ورئيساً للقلعة الحمراء. ولد الراحل هشام سليم في 27 من يناير من عام 1958 بالقاهرة، ودرس بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان. أدوار بارزة عديدة على مستوى السينما والدراما والمسرح للراحل هشام سليم، حيث كتب شهادة ميلاده الفنية وهو في 14 من عمره في فيلم إمبراطورية ميم مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في عام 1972، معبراً عن موهبة فذة في عالم التمثيل. قبل أن تتوالى الأعمال المميزة لهشام سليم والتي كان أبرزها على المستوى الدرامي في مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل أرابيسك، كذلك في أهالينا وامرأة من زمن الحب وهوانم جاردن سيتي ومحمود المصري ولحظات حرجة وفي إيد أمينة وهجمة مرتدة. كما سطع نجم هشام سليم في عالم السينما خلال أدوار البطولة الثانية في اسكندرية كمان وكمان واغتيال مدرسة ويمها اللبية ياه والأراجوز والناظر والعاصفة وخيانة مشروعة. وعلى المستوى الإنساني كان هشام سليم هو رجل الحق، حيث تميز الراحل بالجرأة الشديدة في التعبير عن آرائه ووجهات نظره وبمواقفه الوطنية الخالصة. هشام سليم رحل بجسده تاركاً تاريخاً حافلاً ومسيرة فنية محفورة في عقول وقلوب عشاق السينما والدراما المصرية، لن ننساك أبداً.